تخوض الفنانة سوسن بدر تجربة الأعمال والمسلسلات الوثائقية لأول مرة في مشوارها الفني بعد ما قررت تقدم سرد لتاريخ مصر الفرعوني من خلال الموسم الأول من مسلسل أم الدنيا واللي هيتعرض على منصة واتشت. قالت سوسن بدر عن مشاركتها في المسلسل الوثائقي أم الدنيا: مرة كنت بذاكر مشهد في عمل درامي معين، فجي المخرج المصري محمود رشاد سألني عن سبب عدم وجود أي عمل وثائقي مصري فرعوني يقدمه مصريون، لأن كل الأفلام والأعمال الوثائقية اللي دارت عن مصر القديمة بالتحديد كانت من أجانب. ومن اللحظة دي بدأ رشاد يشتغل على تطوير الفكرة دي من غير ما يقول لي أي تفاصيل عنها، واستمر تقريبا ده لمدة 3 سنين. الموسم الأول من المسلسل مكون من 15 حلقة بيدور حول الحياة المصرية القديمة، والموسم الثاني هيتناول تاريخ مصر الحديث، وفي بعض الحلقات هيتكلموا برضو عن تطور أشكال الحياة في مصر القديمة منذ حوالي 20,000 سنة، وهيربط المشاهد بأهم الشخصيات اللي أثرت في تاريخ مصر القديمة وأهم الحروب اللي شكلت خريطة العالم وشكل مصر الحالي.